شامل من عصب الروح لو باقي الخلق يا ابني. شد قل لما يما انت دنيتي وروحي شلون ولا رحت يا ابني. مكب كريم بهالبيت بر جناب قاسم كا قاسم جي مهندي كا نياز یہ سب ان مومنین کی طرف جنہوں نے نیاز دیا تھا السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد لبیک یا حسین کربلا کی سرزمین پہ جناب قاسم کی مہندی جو ہے وہاں پر اس کا دسترخوان لگایا گیا جناب قاسم کا دن 18 اور 17 سفر مظفر پہ یہاں پہ لگاتے ہیں اور یہ ایک منظر ہے جناب قاسم مہندی کا اور انشاءاللہ آپ کو یہ منظر اپنے موقع پہ کریم ہیلبے سے پیش کر رہا ہوں تحليه اللهم صل على محمد وعلى محمد جناب قاسم کی ایک مہندی یہاں پر ایک مومنہ لے کر آئیے لبے گیا يما يا بطول الحلو ما بيك لولا ولساني ايش كثر انا عليك. تقول له يما شلون انت ليت ليالي ربيتك بيها وسويتك رجالها. تقول له لا قاسم کی مہندی کا نیاز شقلها يقلها يمي يما لا تبكي غالي هالدمع يما ذكريني انا العريس وحين تامن نازيف دم. شو تقول لك؟ تقول اثاري اثاري اثاري. يا سب آپ کے نیاز سے جناب قاسم کی مہندی کا نیاز لے کر آئے ہیں جنہوں نے نیاز دیا تھا 18 سفر کی شب یہ جناب قاسم کی مہندی کا نیاز ہوتا ہے. ام القاسم صاحت وهي على الناقه يا حادي يا هذا مربي على وليدي خلى ودعه صاحت ايش عندك مولاتي؟ تقول له وليدي لما طلع للمعركه وصاني وصيه خلى ودعه ولا من على ظهر الناقه يا جمال يا عيال بالله عليك عليك وني وني انا تشر مرد ودع جاسم مني والله وقيه الا وقيه الا
الهلال سقم تقول له يمه ولدي يا قاسم. عادة العريس لما تكون حالة زفاف عنده لما يزفون أهله أمه تجيب الحنة تجيب الصينية وتقعد تجي الوالدة لجفة تحني يمه وبعرسك انت اش صار يا ابني عماتك بدمعتها اجني يمه انت عرسك مو مثل عرس الشباب ها تقول لي تدري يمه تدري تموت امي الولد لو ما تبينها والله تموت ام الولد لو ما تبنها ابنها وتحن لنوق من تسمع الحنها وبعد شو يصير يا ام القاسم تقول ويذوب الصخر يذوب الصخر لو يستمع ونها هذا البيت اللي راح اقراه اللي فاقد راح يأذيها تقول جناب قاسم کی مہندی کربلا کے راستے پر ان مومنین کے نیاز سے جنہوں نے ہدیہ بھیجا تھا زائرین کے نیاز کے لیے 18 سفر المظفر کی شب مولا قاسم امام حسن کا شہزادہ ان کی مہندی کے لیے کریم ال بیت میں جناب قاسم کی مہندی ویڈیو آخر تک دیکھیں میں آپ کے ساتھ شاہ کی رہی نش کی ہر سال جناب قاسم کی مہندی 18 سفر المظفر چیلنج کے ایام میں نکالی جاتی ہے زائرین کی زیارت کریں جناب قاسم کی مہندی مراد پائیں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لبے عافت الشام وین اجتی اجتی الکربلا کل من شہب دار وبسدد غاري حك يا حسين جنة عدن ألقاها جنة عدن جنة عدن الله ختمتك رحمة ومن تيجي الفطرة خدمتك رحمة من تجي عالفطرة ما بيها غش ولا رياء الخبرة ما بيها غش ولا موقع پہ کریم ال بیت کے نوئے خان کو دعوت دی گئی ہے یہاں پر خدمت ترضى عن الزهرة شرط خدمت ترضى عن الله ما تريد يسلم ولا بزلاطم ما تريد يسلم ولا بزلاطم اش ينفع اذا ما يلتزم كون الاخد ما يشد ضربك سلم هو بسيب ضاري حق يا حسين جنة عدن ألقاها درب الخدم درب راية وعلم كل من مشى شب دار بابسي وبسي ضريحة وبسي بضاري حكي يا حسين جنة عدن ألقاها جنة عدن جنة عدن الله تاج الخلد ما بخيط ميتك عز وشان مصيبة ويشيب الطفل من عيايم
ويلا على ابني الماي يا تعطشا عطشان. حي الله خدام الامام الحسين موكب شباب حام الشريعه النجف الاشرف حي العداله. اهلا وسهلا بكم وانتم قد اتيتم الى هذا اليوم وهو باسم مولانا القاسم ابن الامام الحسن المجتبى. جعلنا الله واياكم من الباكين ومن محيين الشعائر بحق محمد وال محمد. حياكم الله حياكم الله قواكم الله. يما لا تروح بعيد. جناب القاسم کی مہندی چیلم کے ایام میں 18 سفر المظفر کی شب. الله يحفظكم الله يوفقكم. بعد روحي ان شاء الله أنا وياك نقرأ هذا المستهل حتى نتهيئ المجلس القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى. دواكم الله دواكم الله موفق ان شاء الله. تفضلوا هنا بعد روح الله يحفظكم الله يوفقكم ان شاء الله. موقع پہ کریں ایل پہ جناب قاسم کی مہندی لبیک یا حسین لبیک یا حسین. تفضلوا خدام القاسم حياكم الله حياكم الله. صلوا على محمد وآل محمد. في هذا مستهل هنا قرا يمي حتى تقعدون جزاكم الله خير جزاكم.